نحن بصفتنا كفعاليات فرحانين بزاف بتدشين صاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وجعله لنا ذخرا وملادا لشعبه الوفي المغربي. أولا احنا فرحانين كمغاربة، ثانيا احنا فرحانين بالصفة ديالنا كقاطنين في ولاية جهة الرباط السلا، ثالثا فرحانين بأننا ننتمي إلى جماعة جيش الوداية أصحاب هذا الرقم العقاري 22770 آر الذي تقتطع منه المحطة الطرقية التابعة للدرابكة. احنا بالصفة ديالنا كوداية كنقولوا لسيدنا احنا فرحانين بزاف بهذا التدشين بهذا المشروع العظيم، الله ينورك لينا والله يجعلك لينا ذخرا وملادا والله يطول لينا في عمرك والله يكرمك ان شاء الله سيدنا. وحنا بغينا فيما كاين شي انجاز عظيم، واكيد فيما كاين شي انجاز عظيم الا وكتدشنوا سيدنا لهذا الشعب ديالك الابي الوفي الذي يبايعك جد حفيدا بعد حفيد ان شاء الله باذن الله. محطات تبارك الله زوينه وفي المستوى. بالنسبه للمكان اللي جيت فيها، مكان زوين يعني في بلاصه عامر، ماشي زعما شي بلاصه خاويه ولا يعني مكان ديالها في المستوى احسن من المحطه اللي كانت. المهم القاموره كتبقى زعما هذيك بوحدها، ولكن المهم هذه زوينه في الديزاين ديالها، وكنطلبوا زعما الاثمنه تكون في استطاعه المواطن المغربي. نقدروا نقولوا انها غتكون اثمنه بحال بحال ولا يكون شي؟ كنظن يقدروا يديروا شويه زياده، ما الله ما عرفش بالضبط، ما ممكن. شنو الرساله ديالك؟ الرسالة ديالها كنتمنوا يتعاملوا مع المواطن المغربي وما يديروا زعما شي أثمنة خيالية للمسافرين. وشوفوا أن المحطة زوينة، كاينين الناس اللي غاديين يشوفوها زوينة وغيوسخوها، شنو الرسالة ديالك؟ كنتمنوا الناس يديروا عقلهم، بالنسبة للناس زعما اللي باقي عقلهم طايش يديروا عقلهم ويخلوا زعما محطة تبارك الله، محطة الديزاين ديالها راه رائع، اللي اختار عاد الديزاين والله إلا تبارك الله عليه، وكنتمنوا زعما الناس يخليوها في نظيفة. هادشي اللي يخلي لنا سيدنا نزيد نكمل المحطة، المحطة مزيانة والله يخلي لنا سيدنا واقف معانا ومهلي فينا، الله يعطيه صحيحته وعاش سيدنا هو الأسرة ديالو كاملة. من شفتي كيفاش كان الإحساس ديالك؟ إحساس كون طرت نمشي نبوس ليه رجليه، لا أنا والله القاسم أنا واحد الميرقة بوهلة ملي بحال هكا تنسمعو تنكون مريضة وهاد تتشوف في حالتي تنقول لهم نمشي ولاباس. تحية للمخزن، تحية للراية المغربية كاملة، الله يخليكم ويطول عماركم. محطة مزيانة في مستوى عالي ويعني ونجم الدقة، محطة مزيانة يعني فيها نظافة، فيها إلا حافظوا لها النظافة وبتشوف الحمد لله غيكون كل شيء مزيان. سيدنا الله ينصرو، وحنا جينا وحنا فرحانين به هذا النهار هذا وعاش المالي. محطة زوينة يقربوا علينا، الله ينصر سيدنا، عاش المالي. الشكل مزيانة رائعة. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.